ايه جيت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله هو حاجه جديده كده، تمام، اول مره اعملها. هي شويه مشتريات انا جبتها للبشره وللشعر وللجسم، تمام، فهقول لكم ايه هي وايه كل حاجه انا جايباها لايه، تمام. فكملوا معايا الفيديو لحد الاخر، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا بينا نبتدي. رجعت لكم تاني، يلا بينا ندخل في موضوع الفيديو، تمام. اول حاجة جبتها وهي الشامبو ده، تمام، ده اسمه بيلوجو، تمام. ده شامبو طبي بيتجاب من الصيدلية. ده شامبو عشان خاطر تساقط الشعر، اللي هو يتحكم في تساقط الشعر، وفي نفس الوقت بيفك التشابك بتاع الشعر ويرطب الشعر وبيعالج الأطراف المتقصفة، تمام. فأنا دايما بحب كده مثلا كل شهرين أو كل 3 شهور بالكتير أغير الشامبو بتاعي، حتى لو أنا مستريحة عليه أجيب حاجة تانية أجربها بعد كده، مثلا أرجع تاني للحاجة اللي أنا بحبها أو شعري مرتاح عليها. وده الصح بالنسبة للشامبو بس، تمام. انما لو انت بتستعملي مثلا عامله روتين لشعرك عشان عندك مشاكل في شعرك مثلا، للاسف ما بتقدريش تغيري الروتين ده مثلا غير بعد 6 شهور عشان خاطر تشوفي النتيجه بتاعته. انما الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر نتحكم فيها ان احنا نغيرها كل شويه، وحاجه مش هتضر مثلا بروتين العلاج بتاع شعرنا، هي الشامبو، تمام. فانا جبت الشامبو ده عشان خاطر مكوناته بصراحه عجبتني. هو شامبو طبي زي ما قلت لكم، خالي، ما فيهوش صلفيت وما فيهوش اي حاجه مضره بالشعر. بيحتوي على الكافيين واكليل الجبل اللي هو الروزماري، وفي بيوتين وفي زيت جوجوبا وكيراتين وفي زبده شيا. فهو بصراحه مكوناته كويسه بالنسبه للتساقط وبالنسبه للترطيب، تمام. الشامبو ده كان عامل 95 جنيه، تمام. ده كده اول حاجه معانا. تاني حاجه جبتها وهو جبت البادي لوشن ده من فازلين بالكوكا باتر، تمام. هو انا عادة مش بحب ريحة الكوكا باتر، تمام، بس انا محتاجة الفترة دي حاجة تكون ترطيبها عميق، تمام. فطبعا كلنا عارفين ان ماركة فازلين الاصلية اللي هي المستوردة بيبقى الترطيب بتاعها عميق، فانا بصراحة جبت ده من الصيدلية البادي لوشن ده، الحجم الصغير، اصغر حجم خالص، فقلت ان انا اجرب، يعني اجربه واشوف الترطيب بتاعه، تمام. ده كان عامل الحجم اصغر حجم كام ملي، 200 ملي، كان عامل 70 جنيه، تمام. الحاجة اللي معانا بعد كده وهي جبت زيت، الزيت ده زيت السمسم من اورجانيكا، تمام. انا بحب بصراحة ماركة اورجانيكا جدا جدا، جربت فيها حاجات كتير قوي، فقلت ان انا اجيب زيت السمسم واجربه، لان زي ما احنا عارفين زيت السمسم بيستخدم في حمام الزيت بالنسبة للشعر عشان بيساعد على ان الشعر يطول، تمام. ده كنت جايباه من الصيدلية ب70 جنيه. جبت برضو من اورجانيكا، قلت اجرب الزيت ده. ده زيت اللوز الحلو مع بتلات الورد، تمام. يعني هو عبارة عن مزيج من زيت اللوز الحلو وزيت الورد، فقلت بصراحة ان انا اجربه، تمام. طبعا بيستخدم لحاجات كتير، للبشرة وللشعر وللجسم، حاجات كتيرة قوي، تمام. ده سعره كان عامل 80 جنيه، ماشي. جبت من امتنان، تمام. طبعا كلنا عارفين براند امتنان، هو براند مصري بيبيع منتجات طبيعية، تمام. انا بحبه جدا جدا جدا، واغلب الزيوت بتاعتي يا اما من امتنان يا اما من اورجانيكا، تمام. ما بحبش اجيب من اي حتة تانية، او ما جربتش من اي حتة تانية بصراحة، تمام. بس في اخر الفيديو ان شاء الله هقول لكم على حاجة جديدة هتعجبكم ان شاء الله، تمام. فانا جبت زيت الخروع ده، تمام، من امتنان، تمام. زيت الخروع كلنا عارفينه ان هو ليه استخدامات كتيره قوي، ممكن تستخدميه في ترطيب الكوع والركبه، تمام. بيبقى ترطيبه عميق، ممكن نستخدمه في حمام الزيت للشعر، بيتقل الشعر، ممكن نستخدمه في تتقيل الحواجب بس مش الرموش، محدش يحطه على رموشه خالص. عايزين تتقلوا بيه، ممكن تتقلوا بيه شعر الحواجب، غير كده لا، تمام. فدي كانت اصغر عبوه، كانت عامله 17 جنيه ونص.
جبت كمان الهاند كريم ده من لوفيا. تمام، انا بحب براند لوفيا قوي بصراحة، فقلت ان انا اجربه. تمام، لان هو بزبدة الشيا، لان الفترة دي انا عايزة هاند كريم يكون الترطيب بتاعه عالي، لان الكحول في الصيدلية وكتر التعقيم وكتر غسل الايدين مدمر ايدينا جدا. تمام، فانا كنت عايزة حاجة ترطيبها عالي، فقلت هجرب ده. تمام، هشوف هو ترطيبه كويس ولا لا. تمام، اي حاجة من اللي انا جبتها دي ان شاء الله لما اجربها هقول لكم رأيي فيها، اذا كانت حلوة او وحشة، عشان لو حد حب ان هو يجيبها وكده. تمام، الحاجة اللي بعد كده جبت أمبول الكولاجين ده من أوليكس أويل. تمام، ده كولاجين بالنطرات الذهب. تمام، ده ليه استعمالات كتيرة قوي، هبقى اقول لكم عليها في فيديو لوحده. احنا ممكن نقدر نعمل بيه ايه الأمبول الصغنن ده، نقدر نعمل بيه ايه لوشنا ولشعرنا ولجسمنا. تمام، ده كان عامل 40 جنيه، كنت جايباه من الصيدلية. تمام، جبت بقى الفترة دي انا وشي طالع فيه حبوب كتيرة قوي مرة واحدة، نضارت في وشي كله، معرفش ايه السبب بصراحة، ودي حاجة مضايقاني نفسيا جدا. فأنا قلت اغير الغسول بتاعي بتاع وشي. تمام، لان انا حاسة ان هو مش بيعمل لي حاجة، فقلت ان انا اغيره. تمام، وبرده لما اخد كفايتي في تجربتي ليه بالنسبة للغسول بتاع بشرتي هبقى اطلع اقول لكم رأيي فيه. تمام، فقلت اجيب الصابونة دي اسمها سكاي نترا. تمام، ده شكلها، دي غسول سوري، دي صابونة للأكني برون سكين. تمام، للبشرة اللي هي بيبقى فيها حبوب. يعني انا عجبتني المكونات بتاعتها بصراحة، فعشان كده قلت ان انا اجربها. تمام، هي المكونات بتاعتها فيها صبار وفيها جليكوليك اسيد وفيها عرق اسوس وفيها بصل وفيها سلسلك وفيها زيت شجرة الشاي. تمام، فكلها مكونات بتشتغل على تنشيف الحبوب. تمام، وتفتحها لو هي سايبة علامة، فقلت بصراحة ان انا اجربها. تمام، دي سعرها عامل 25 جنيه. تمام، جبت برضو بالنسبة لوشي عشان خاطر الحبوب، جبت الكريم ده من كليو. تمام، ده اللاين اللي هو بتاع الاكني برون سكين، برضو بتاع البشرة الدهنية اللي بتبقى معرضة للحبوب. ده اللي هو الانتي بليمش جيل، ده جيل للحبوب. تمام، فده بينفع لكل جميع انواع الحبوب، الحبوب الحمراء والحبوب اللي هي بتسيب اثر. تمام، فقلت ان انا اجربه. ده عامل 175 جنيه. تمام، ده برضو متوفر في اي صيدليه. جبت برضو انا الفترة دي مش عارفة وشي مسمر. تمام، وانا شاكة ان الحبوب اللي طلعت لي دي حبوب يعني التهاب او ملتهبة بسبب يعني كتر التعرض للشمس، مع اني بحط صن بلوك بس للأسف انا بشرتي حساسة من الشمس قوي. تمام، فبرضو من الشمس اسمريت مطرح الطرحة. تمام، لفة الطرحة. فقلت ان انا اجيب كريم تفتيح. تمام، الكريم ده اللي هو اللايت فيل كريم. تمام، كنت اتكلمت عنكم معايا في الفيديو بتاع ازاي ان احنا نفتح الرقبه، روتين تفتيح الرقبه، وقلت لكم قد ايه مكوناته وعجبتني جدا جدا. فبصراحه قلت why not ان انا اجربه، فحبيت ان انا اجربه برضو عشان برضو اقول لكم رايي فيه اذا كان حلو ولا لا. هو يعني هعد لكم المكونات بتاعته تاني، وهسيب لكم لينك الفيديو ده برضو في الديسكريبشن، اللي ما شافوش يروح يشوفه. فده فيه الفا اربيوتين وكوجيك اسيد وفيتامين سي وكولاجين ولاكتيك اسيد واليستين وهيالورونيك اسيد. تمام، وفي جليسرين وفي فيتامين اي وزيت اللوز حلو وفي بنسينول. فمكوناته بصراحه عجبتني، والحلو فيه كمان ان هو فيه اس بي اف 30. تمام، فقلت ان انا اجربه. ده سعره كان عامل 80 جنيه من الصيدليه. تمام، الحاجه اللي جبتها بعد كده هو الكريم ده، اسمه سمارت فود. تمام، ده كريم بيبقى للتشققات والجفاف كعب الرجلين. اللي عجبني فيه ان هو بيرطب، وفي نفس الوقت فيه ماده بتعمل على تقشير الجلد الميت، بس تقشير بيبقى خفيف. تمام، مش بنلاحظه غير مع الاستمرار في الاستخدام، فانا قلت اجربه واشوفه هو فعلا بيعمل مفعول. ده سعره كان عامل 30 جنيه برضو من الصيدليه. جبت برضو الكريم ده اسمه بريدوكاين. تمام،
ده كريم مخدر موضعي، طبعا ليه استخدامات كتيرة قوي. ده برضو جبته من الصيدلية، كان عامل 13 جنيه ونص. الحاجة اللي جبتها بعد كده بقى، وهي جبت السيروم ده، تمام، من ايفون، تمام. ده سيروم للشعر، ده اللي هو انتي فريز، اللي هو بيتحكم في الهيشان بتاع الشعر. ده فيه سيليكون، والسيليكون اللي هو، لان زي ما اتكلمت معاكم قبل كده انواع السيروم بتاع الشعر بيبقى فيه نوعين من السيليكون، وايه فايدة السيليكون وايه ضرره بالنسبة للشعر وانه الصح. هسيب لكم برضو لينك الفيديوهات دي في الديسكريبشن، اللي ما شافهاش يروح يشوفها، تمام. طبعا السيروم ده فيه سيليكون، والسيليكون اللي فيه السيليكون اللي هو المضر، تمام. وانا عارفه الكلام ده كويس، بس برضو انا عارفه ازاي اقدر اتخلص من السيليكون اللي فيه ده من شعري. زي ما كنت عامله لكم قبل كده فيديو، برضو هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده، ازاي احنا نتخلص من السيليكون اللي موجود في السيروم بتاع الشعر. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، تمام. ده انا ما كنتش عارفه، ده مش عارفه سعره بصراحه، لان انا كنت جايباه في طلبيه كبيره، وتقريبا في الجانب كان جاي لي هديه كمان اصلا، تمام. الحاجه اللي جبتها بعد كده، وهي ميك اب. انا عاده يعني قليل قوي لما بستخدم الميك اب اساسا، وما عنديش خبره قوي في الميك اب، بس انا ان شاء الله يعني هبقى يعني هكتسحكم كلكم في الميك اب، تمام، وهتعلم وابقى جامده جدا في الميك اب، تمام. ما اعرفش ازاي، بس سيبوني يا حبيبي، سيبوني يا حبيبي. فانا جبت البيوتي بلندر دي، تمام، جبتها عشان اشيلها في حاجتي، كانت ناقصاني. الاثنين دول اللي كانوا عاملين تقريبا 15 جنيه، كنت جايباهم من المنشية عندنا، تمام. وجبت الفرشة دي، تمام. هي مكتوب عليها ان هي للكونسيلر، بس انا معرفش ازاي اصلا ان هي ممكن تستخدم للكونسيلر، ده رأيي الشخصي، تمام. لان الفرشة ذات نفسها يعني كبيرة، ازاي انا هستخدمها لمنطقة صغيرة قد كده لك. فانا جبتها بصراحة عشان استخدمها في الماسكات بتاعت الوش، لان انا في الجانب بستخدم ايدي، فانا مش عايزة كده، فانا قلت ان انا هجيبها برضو عشان خاطر اوزع بيها الماسكات على وشي. دي تقريبا كانت سعرها عامل 10 جنيه، برضو جبتها من المنشية. الحاجة اللي جبتها بعد كده، جبت الفرشة دي للاي شادو اللي بيتحط فوق العين على الجفن اللي هو المتحرك، تمام. برضو كانت نقصاني من حاجتي، دي كانت سعرها عامل 15 جنيه تقريبا، جبتها برضو من المنشية. اخر حاجة جبتها في حاجات الميك اب هو المقلمة دي، مكتوب عليها هدى بيوتي، بس هي طبعا ملهاش اي علاقة ولا اي صلة بهدى بيوتي، تمام. هي بتاع كده يعني، هي رخيصة ب10 جنيه، جبتها ب10 جنيه، بس انا جبتها اللي هو ايه، قلت ايه يعني فيما بعد ان شاء الله احط فيها الحاجات الميك اب، او الحاجات اللي هي ايه الاستعمال اليومي اللي انا بستعملها كل يوم. لو انا مثلا حبيت بره البيت، او ان انا رايحة حتة مثلا وهطول بره البيت، فهتنفع معايا في كده. بس كده الفيديو كده خلص، تمام. في بقى حاجة جديدة كده عايزة اقول لكم عليها. انا اشتريت برضو حاجات، تمام، من براند مشهور، مفروض اغلبكم تكونوا عارفينه، تمام. فاتفرجوا على الفيديو اللي جاي، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم معاكم على البراند اللي انا بقول لكم عليه. Beep.